أصبح عليكم مشاهدينا في صباح جديد نقضيه وياكم في صيف البحرين. حلقتنا اليوم إن شاء الله راح تكون خفيفة وإن شاء الله تكون مفيدة لصباح يوم الأربعاء. راح نبتدي أكيد في فقراتنا اليوم، وأول فقرة عندنا يعتبر برنامج مزايا، أحد أهم البرامج اللي قدمتها وزارة الإسكان في إطار تنفيذ الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج الحكومة من خلال توفير وحدات إسكانية وتقديم حلول سكنية مبتكرة ومتنوعة للمواطنين. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. برنامج مزايا يعد من البرامج الإسكانية الهامة اللي استطاعت أن تحقق الاستفادة لأكثر من 763 مستفيد خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكد نجاح الرؤية الإسكانية للحكومة الرشيدة بشأن تفعيل الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص من خلال الشركات العقارية والبنوك وغيرها من المؤسسات. التحول الإلكتروني استطاع أن يحقق السرعة والمهنية وتبسيط الإجراءات والمعاملات الإسكانية، حيث تعد هذه التجربة نتاجاً للجهود اللي تسعى من خلالها الوزارة إلى مواكبة التطور في مجال العمل المؤسسي والاتجاه إلى العالم الرقمي. برنامج مزايا استطاع ومن خلال العديد من المشاريع الإسكانية المنشأة أو اللي بتكون بإذن الله قيد الإنشاء، من تسرع من وتيرة استفادة المواطنين بتهيئة سكن مناسب لهم يتناسب مع إمكانياتهم وتطلعاتهم. فرقي المجتمعات يقوم على راحة أبنائها وتوفير أعلى معدلات الجودة في السكن والمعيشة. مثل ما شفنا مشاهدينا، ولكن الحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معانا عبر الهاتف السيد هاشم العلوي، رئيس العمليات الحسابية بوزارة الإسكان. صباح الخير. صباح النور يا هلا عزيزي. رحب فيك في البداية. ضافتي في البرنامج. نرحب فيك في برنامج صيف البحرين. في البداية، فكرة مزايا لا شك أنها فكرة رائدة وتأتي في إطار أهداف برنامج الحكومة، لو تعطينا آخر نتائج هذا البرنامج الناجح. طبعا برنامج مزايا، برنامج التمويل السكن الاجتماعي، هو احد البرامج الاساسيه لوزاره الاسكان لتاتي في اطار برنامج الحكومه لتوفير 25,000 وحده سكنيه. البرنامج يكون فكرته عن تمكين المواطن من الحصول على احد القروض التمويليه من احد البنوك المشاركه في البرنامج، بحيث انه يقدر يحصل على العقار اللي يختاره وتكون خدمه فوريه. نعم. تكون فكرة القرض على أن المواطن يدفع ربع راتبه حال حال أي خدمة إسكانية، تقوم وزارة الإسكان بدعمه لتمكين من استكمال القرض. نعم، شفنا ازدياد عدد المواطنين المقبلين على المشروع، كيف كان هو الإقبال وأبرز ردود الفعل أو الصدى بشكل عام شلون كان؟ طبعا الإقبال على البرنامج في ازدياد مستمر، يعني احنا نتكلم إلى اليوم وصل عدد المنتفعين من البرنامج في حدود 763 منتفع، وهذا العدد في ازدياد دائم من سنة إلى سنة. طبعا الإجراءات تسهلت والإقبال كان جدا بوزيتيف على البرنامج، مثل ما تفضلتم أن المنصة الإلكترونية اللي انطرحت في عام 2020 سهلت الإجراءات للمواطنين وسهلت سرعة إنجاز المعاملات للبرنامج، كان أثرها ملحوظ في العدد من المستفيدين الفعليين للبرنامج. نعم، نفس ما تفضلت، يعني الإقبال كان ملحوظ بشكل كبير على هذه البرنامج الناجح، برنامج مزايا، لكن يأتي برنامج مزايا بالتعاون مع القطاع الخاص. طبعا لو تشرح لنا شلون ممكن يساهم هذا البرنامج في رفع الاقتصاد الوطني. طبعا البرنامج يرتبط بعدة قطاعات، منها القطاع العقاري والقطاع التمويلي اللي هو القطاع المصرفي. يعني اليوم البرنامج يمكن المواطن من شراء أحد العقارات مع أحد البنوك المشاركة في البرنامج، هذا يصب في الاقتصاد العام للدولة. احنا نتكلم ان القطاعات المشاركة هي قطاعات عقارية، قطاعات استشارية، قطاعات المقاولات، حتى القطاعات الهندسية.
كلها راح تتأثر، لأن المواطن راح يحرك هاي العجلة ويساهم في الاقتصاد للمملكة. أكيد السيد هاشم العلوي رئيس العمليات الحسابية بوزارة الإسكان، كل الشكر لك على المداخلة ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. هناك أساسيات وشروط يجب اتباعها من قبل الفرسان أو المتدربين قبل دخولهم وأثناء تواجدهم في ساحة ركوب الخيل. اليوم راح نتعرف على هالأساسيات في التقرير التالي. أول شيء اليوم نتكلم عن الأرينا رولز أو قوانين مساحة التدريب والتسخين. من المهم الفارس لازم يعرف قبل ما يدخل الأرينا وقت التدريب أو وقت التسخين في قوانين عندنا لازم تكونون تعرفونها بطريقة صح. أول شيء وقت اللي بتدخلون داخل الأرينا إذا كان في خيل قاعد تتدرب لازم تأخذون إذن من المدرب. أوكي، ما يصير تيون وتدخلون داخل في الأرينا وفي خيل تتدرب. ثاني شيء توقفون لازم في وسط الأرينا وقت اللي دخلته، لازم توقفون في وسط الأرينا. ليش توقفون في وسط الأرينا؟ لأن وقت التدريب أو وقت التسخين في خيل قاعد تتمرن على الريلز على السور أو في الوسط أو whatever عندنا في الأرينا، لازم أنتوا تكونون في الوسط علشان تعدلون السرج العنان قبل ما تركبون. ثالث شيء إذا كان عندكم أنتوا تطلعون تروت في بعض الخيل اللي موجودة عندكم مثلاً بطيئة، لازم شنو تسوون في ذي الحالة؟ الحصان اللي يكون سريع أوكي يسوي دائرة أو يغير اتجاه كروس الأرينا. أوكي، أقول بعد عندكم إن من المهم إنه يكون لازم وقت اللي تركبون وتنزلون ما توقفون في التراك سايد اللي في الأرينا سايد، لازم تروحون في الوسط بعد. وعقب من نطلع مثلا عندكم تروت أو كانتر، الحصان اللي يطلع التروت ما يكون ويا السور إذا كان في حصان كانتر طالع وياه، لازم تبتعدون. اللي طالع تروت يدخل داخل، نسميه عندنا في الأرينا الكوارتر لاين، هي 5 متر من السور، وعقب الحصان الثاني يطوف ويا الأرينا. وإذا كنتوا متعاكسين هذا الحصان على أي جهة يكون؟ على جهة اليسار. أوكي، والحصان اللفت والحصان اللي جاي من جهة اليمين، أوكي، لازم يكون داخل الكوارتر لاين، هو 5 متر من السور، عشان يعطي تشانس الحصان اللي رايح يسار يصير شولدر تو شولدر لفت احنا نسميه. لازم تركزون في ذي، ما يصير اللي كان على اليمين يكون ويا السور، لا، اللي على اليمين لازم وين يكون؟ يكون داخل الأرينا، واللي على اليسار يكون ويا السور. إن شولدر تو شولدر لفت احنا هاي اللي نسميه شولدر تو شولدر لفت. وعندنا بعد شيء واحد الاخير، هو اذا عندكم الحصان اللي يرفس يكون لازم اذا كنتوا انتوا راكبين يا بعض يكون اخر واحد في الخيل موجود. ليش؟ ويكون في ربون احمر مركب في الذيل ماله كشعار دولي ان هذا الحصان يرفس، لازم يكون في نهاية الخيل. شكرا لفريق الإعداد على هذه الأساسيات الفروسية. طبعا مثل ما نعرف أساسيات الفروسية مهمة جدا لركوب الخيل، وأكيد بدأت هاي الرياضة أو بدأ هاي ركوب الخيل ينتشر في مملكة البحرين والخليج بشكل كبير، ولها دعم كبير من حكومتنا الرشيدة، وأكيد هذا الشيء نحب نشوفه ونحب نشوف السباقات الجميلة إن شاء الله في المواسم المقبلة بعد هذه الجائحة اللي هي جائحة كورونا، إن شاء الله الله يبعدها عنا. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع نكمل باقي فقراتنا.
عودة مشاهدينا من بعد الفاصل، راح ندش في يعني موضوع جديد، ولا هو العباية هي عنوان لكل بنت شرقية، وفي الفترة الأخيرة حدثت طبعا طفرة كبيرة في مجال تصميم وتسويق العبايات، وتعددت الخامات والألوان والأفكار، وأصبح هناك منافسة شرسة في هذا المجال. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع راح تكون معنا أمينة عبد الوهاب الحواج، مدير تسويق محل عبايات. صباح النور والسرور. صباح الخير أخوي، مشكورين على استضافتكم لي في هذه الحلقة الجميلة. في البداية أمينة، خلينا نتكلم عن طريقة اختلف يعني يمكن طريقة تسويق العبايات هذه الفترة عن الفترات السابقة. كلمينا عن الفرق بين الفترات اللي مرت فيها العباية. أحب أقول إن التسويق العباية أو تسويق لمجال العبايات اتطور مو باختلاف. أول شيء مع دخول السوشيال ميديا، وقبل دخول التسويق الأونلاين أو الإلكتروني، فهاي الشغلة خلتنا نتواصل مع أكبر عدد من الزبونات، وأظن أقدر أقول إن هالشيء أثر في جميع المجالات مو بس حق العبايات، بس حقنا إحنا بالأخص شركة زمرد قدرنا نتواصل مع ناس خارج البحرين وفي جميع دول العالم، يعني مو بس في الشرق الأوسط مثلاً. فهاي كانت إضافة جداً جميلة لنا. أمينة، قلتي إن تطورت يعني، بس تطورت من أي ناحية؟ من ناحية التسويق ولا الستايلات تغيرت؟ من أي ناحية ولا من كل النواحي صار؟ هو أكيد الستايلات تتغير 100% مع كل، يعني أقدر أقول كل كم شهر يكون في تطلع طفرة جديدة بالضبط. ولكن بالأخص طريقة التسويق والطريقة اللي نبين فيها المنتجات. فعندنا مثلا يمكن أهم بورتل حق السوشيال ميديا اللي هو الانستغرام، الزبونات ما يحتاج يجون المحلات، يقدرون يطالعون من بيتهم. وغير كذي ان نقدر نوصل لهم البضاعة الى عندهم البيت، يعني هم يختارون من الصور يتواصلون معنا، فصاير الحين في one on one contact مع كل زبونة، وهاي الشيء جدا جميل لان صرنا نتواصل بشكل يومي مع ناس مثل ما قلت مو بس في البحرين، في السعودية، في الإمارات، في الكويت، خارج الشرق الأوسط. صح. بعد قمنا نوصل عالمي، يعني الكل يقدر يشوف تصاميمكم وهذه الأمور. إيش قد سهل عليكم هذا الشيء إن حتى أنتوا تعرفون من ردة فعل الناس إيش قد، يعني شنو القطع اللي مطلوبة، شنو الستايل اللي مطلوب هذه الفترة؟ هل سهل عليكم هذا الشيء وايد؟ بالضبط، في الديتا أناليتكس مال إنستغرام نفسه يبين لك شنو الأكثر شيء اللي كان أخذوا عليه إقبال أو مطلوب. فإحنا من ناحيتنا أو من ناحية الديزاينر حتى يسهل علينا إن نعرف شنو الجديد اللي بنسويه، يعني بدون ما نركز على ملاحظة الموضة العالمية مثلاً. هذه شيء الوحيد يعني الانستغرام اللي يبين لنا شنو الكاستمر يبي، فشيء جداً جميل. والحلو تفاعل الناس دايركت، يعني دايركت بتعرفين والله هذه يعني الناس أجاب هذه الستايل ولا لا. شنو اللي يميز محلكم وتصاميمك أمينة في العبايات؟ شنو اللي يصمم أو يميزكم عن باقي الشركات أو باقي المحلات؟ إحنا في زمرد فتحنا من 15 سنة، إن شاء الله بنصير 16 سنة في شهر 9، وإحنا بدينا كأول شركة في البحرين، خذينا وكالة سورافسكي للكريستال العالمية. فاحنا عندنا تقنيات جدا مميزه وفريده حق تركيب الكريستال على العبايات، وما زلنا نستخدمها ونطور هذه التكنيكات. فالشركات الاخرى طبعا بنات الشرق الاوسط خذوا اقبال كبير على الكريستال في العبايات، فالشركات الثانيه بدت تسوي نفس الشيء، تروح على نفس المسار، ولكن التقنيات اللي يستخدمونها قد نقدر نسميها بدائيه يعني in comparison باللي احنا نسويه. فهاي شيء جدا يميزنا فيه. غير عن كذي احنا قماشاتنا، الاختيار القمشة والبروسس كامل جدا مميز، يعني نأكد انه دائما يكون باعلى جودة مثل ما زبوناتنا يتوقعون. صح، تكلمتي عن موضوع سواروسكي، ايش قد انت يعني عندكم ديل معاهم. خلينا نتكلم عن موضوع، هل عندكم اشياء ثانية باقي المحلات مو متوفرة، يعني شيء خاص فيكم أنتوا ولكم حقوق فيها، لكم خاصة فيها؟
عندنا مثل ما قلت الأجهزة اللي نستخدمها خاصة فينا. فالأجهزة هما يعني شيء جديد مسوي حق تركيب الكريستال على العبايات. هاي بعد يعني صاير ديل مع سوارفسكي فيها. بس ولكن احنا مو بس نوفر عبايات، بعد نوفر جلابيات وفساتين. فمن كل هاي دائما ناكد ان نطلع يعني موديلات جديده غير عن اللي موجود في السوق. ما شاء الله عليكم صراحه، انتم كل فصل شيء جديد، دورون راس الريايل وياكم. خلينا نشوف في بعض الصور، في اشياء نشوف الستايلات اكاب موجوده نستعرضها. او كلميني عنهم. هاي اللي انا الحين لابستها بالضبط. كلميني عنها. هذه القطعه احب اسميها من ترند التكستشر، فالقماش نفسه ما في اي اضافات ولكن عليها تكستشر نفسها. القماش نفسه مشغول بطريقه انه يكون بالوان مختلفه وبملمس مختلف. فركزنا على الترند التكستشر في حق ربيع وصيف 2020. يعني الخلق نفسه اوريدي في تكتشر قبل لا ان انتم تبتدون فيه اصلا، صح؟ إيه صح كذي. صح. وهاي نفس الشيء من نفس الكولكشن. اوكي. التكستشر كولكشن حق هالسنه البانتون كولر اوف ذا يير هو لون الازرق. فاعتقد بعد اخترنا صوره ثانيه من عبايه لونها زرقاء. وهذه احد الديزاينات بالكريستال اللي عندنا. شو تحطونهم الكريستال؟ كلميني عنها. الكريستال هو عندنا نوعين من الديزاينات يعني. الكريستال في اللي احنا نسويهم باي هاند اللي يكونون اكسكلوسيف مو موجودين من عند سوارفسكي او اي محل ثاني. وعندنا الاوردرات اللي ناخذهم من عند سوارفسكي. ما شاء الله الرقم انه يعني الديزاين ناعم ولكن في تكتشر نفس ما قلتي، دخول هذولين الكريستالات مطالع طابع حلو. بالضبط. ويطلع يعني مع الاناره الداخليه والاناره الخارجيه يطلع جدا جميل. هاي ديزاين ثاني خفيف اكثر، عندنا الفيتشر بوكيت. بعد الناس خاصه مع الحين ايام ازمه الكورونا شنها عمليه اكثر هذه. بالضبط. احنا قاعدين نركز على الاضافات العمليه اكثر عشان لما الواحد مضطر انه يطلع خارج البيت ما يحتاج يحمل شنطه ويحمل اشياء واجد معه، فكل شيء يقدر يكون في البوكيت. هاي بعد فيها اضافات سوارفسكي قليله باللون الاسود عشان يكون مناسب حق اللي ما تبي تبرز مثلا الكريستال واجد ولكن يكون في لمعه خفيفه. اوكي. ايش قد يفرق السعر يمكن في كل هذه التفاصيل امينه؟ يعني انت لما تحطين سوارفسكي وتحطون بعض الاشياء تحطون بعض التفاصيل وايد يزيد السعر، ولا يعني يكون السعر للحين معقول عندك؟ السعر للحين يكون معقول يعني خاصه مع يعني اضافات السوارفسكي. احنا لان نشتري ان بالك مثلا فيعطينا مارجن ان احنا نقدر نكون متواضعين بالسعر. ف يعني الحمد لله our price range is very good وواجد مناسب حق البنت البحرينيه سواء كان عمرها يعني صغير. صغير او كبير. يمكن تكلمنا عن الجانب النسائي، يمكن بتكلم عن الجانب الرجالي، يمكن احد عنده يعني اخت زوجته امه يبي يهديها شيء. احنا ساعات يعني ما نعرف صراحه، يعني انتم فصولكم نفس ما تكلمتي كل فصل عندكم ستايل جديد وشيء جديد وستايل جديد، فشلون الواحد يعرف خصوصا في هالفتره حين العيد ممكن الواحد يجيب هديه حق امه، يجيب لها عبايه، هل تساعدون انتم اللي يجيكم في الاختيارات في طريقه الهدايا اللي بيعطيهم حق مثلا؟ عندنا البنات في المحلات وما يقصرون صراحه. يعرفون كل سيزن شنو هو الدارج يعني الدارج اللي ماشي. بالضبط. يساعدون من ناحية التفصيل، فإذا يبون يسوون عباية from scratch مثل ما يقولون يساعدون في هذه النقطة أو بالready made اللي هو الأشغال الجاهزة. وعندنا مجموعة كبيرة حق الهدايا مثل ما قلت، فهاي يسهل هذه الخربطة يعني موجودة يعني عندكم حلها. بالضبط. وعندنا مثل ما قلت يعني gift packing وكل شيء، فإحنا مهيئين حق هذه الشغلة لأنه فئة كبيرة من زبايننا هم اللي ياخذون هدايا حق مثل صح. ما قلت خواتهم زوجاتهم. ايش قد ياخذ تصميم العباية الواحدة؟ اذا واحد عنده تصميم يكون بروحه بتي او شخص بي يبي مثلا تصميم حق نفسه، قلنا امه اخته ابوه زوجته سوري ابوه ما يصلي طبعا، ولكن يعني ايش قد الوقت ياخذ؟
هو طبعا يعتمد على يعني السيزن مثل ما قلت، يعني مثلا وقت العيد شويه ياخذ اطول، مثلا ياخذ بدال 3 أيام ياخذ 5 أيام ولا اسبوع، ولكن on average نقدر يعني الحمد لله البرودكشن ريت عندنا جدا ممتاز، فياخذ من 3 أيام الى اسبوع بالكثير ان شاء الله. ثلاث يعني 3 أسابيع قلت لي؟ لا 3 أيام الى اسبوع. الى اسبوع اوكي. فتعطون انت والمصمم اللي معاكم اللي يصمم وياكم ويشتغل معاكم تعطونا المساحه انه يبدا في تصميماته، ولا انتم عندكم يعني ستاندرد معين ما يقدر ان المصمم يطلع عنه؟ لا اكيد، لان اذا يعني سوينا بابل مثل ما يقولون الواحد ما يتطور، فلازم نعطي مجال حق كل التصاميم او المصممين اللي عندنا ان يبدعون، لان هذه هو اساس يعني احنا كشركه لازم نحفز ونشجع جميع الموظفين مهما كانوا، ان كانوا مصممين او سيلز تيم. فهذه من شغلتنا ان احنا نحفز ونعطيهم المجال ان يحطون بالضبط. اي وبعدين طبعا عندنا البوس هي تتاكد ان كل قطعه اب تو ستاندرد وممكن نعرضها للبيع، لان تكون باعلى جوده ويكون عندنا البروتوتايب، فنشوف شلون مع استخدامها مع الغسيل شلون تكون، لما تكون ممتازه واحنا سعيدين فيها بعدين نحطها نعرضها للبيع. اتوقع الابداعات والاشياء الغريبه هي اللي ماشيه هالفتره. من شوي شوميلي مخرجنا يقول ان فصل حق زوجته دف ولكن عن طريق بطريقه ثوب، ولكن بخلق دف، يعني سوى شيء غريب ولكن الناس اكيد عجبها هاي الشيء لانه شيء جديد في النهايه. صح. فما تدري شنو الترند يطلع بالضبط. يعني الترند صح احنا نواظب موضه العالميه، وخاصه العبايات مثلا اللون والشكل يتاثر من هذه يعني نظره الموضه العالميه، ولكن بعد تطلع طفرات مثل ما قلنا من ساعه يمكن كل شهر او كل اسبوعين، فاحنا كشركة نتأكد إنه we keep track. أي ماشين على. ماشين اللي على. ماشي شنو. الماشي شنو. بالضبط. فيكون في طفرات غريبة عجيبة ولكن فيها إقبال. صح. فتكون يعني ممتازة، يعني اللي يريح الزبون في نهاية اليوم، اللي يحبون يشوفونا على نفسهم إحنا نوفر لهم. صح. أمين عبد الوهاب كل الشكر لك اليوم، نتمنى إن المشاهدين استفادوا من المعلومات والأشياء اللي قلتيها حق العيد خاصة الحين. مشكور، يعطيكم ألف عافية وشكرا لاستضافتكم. شكرا لك. أما الآن مشاهدينا خلونا ننتقل للمدرب خالد بستقي ونشوف معاه التمارين اللي نقدر نسويها وإحنا في البيت. صباحكم الله بالخير. تمرين اليوم راح يكون فول بودي ورك اوت، بنستعمل كتلبل وفوطه. البعض موجود عنده ذي الاكويبمنت اوريدي في البيت، واذا بتشتري هم بغالي، وفكر لما بتشتري شيء كذي بتم عندك على طول وبتستفيد منه. حلو. 12 كيلو 8 كيلو 6 كيلو ما بنروح ازيد، كل ما اقل كان الوزن كل ما افضل، لان التكرار مالنا وايد. بنسوي 3 تمارين، بنشغل الجزء السفلي من الجسم والجزء العلوي من الجسم. حلو. في حركه واحده راح نشغل عضلتين، هو اكثر من عضلتين بس عضلتين رئيسيتين، الافخاذ، العضلات الخلفيه من الريد، العضلات الاماميه من الريد، والبايسبس والترايسبس. حلو. 3 حركات. بنسوي كل حركه تكرار 12 ل 15 عقب بريح 30 ثانيه وبسوي الحركه الثانيه، بريح 30 ثانيه وبسوي الحركه الثالثه. هاي جوله كامله، بين الجولات بتريح دقيقه لدقيقتين على اساس تسترجع طاقتك وتعيد مره ثانيه تسوي نفس الاداء اللي سويته في الجوله الاوليه. كم جوله؟ 4 جولات. حلو. نبتدي مو بالاولي، بنيود الكتل بهالطريقه. حلو. بنزل سكوات وبسوي بايسب كير، تكرار 12 ل 15. بنزل تحت، انزل اب، هاي 1 2، صدري فوق ظهري سيده، 3. حط الالبو على فخذك اساس تتحكم وانت مياود الكتل. بعد واحده تسوون 15. حلو. هاي الحركه الاوليه، خلصت 12 و15، اريح 30 ثانيه واسوي الحركه الثانيه على طول.
بايود الكتل بل بهالطريقة. يبقى ورا راسي الالبو فوق، حلو؟ شو الكتل بل وين؟ بتسوي ريفرز لانج، خطوة على ورا، ترفع الكتل بالفوق، ترويسب، أوقف، خطوة قدام، الريل الثانية، ورا، أنزل، ترويسب، هوب، فوق، قدام، ستيب، حلو، أخلص 12 ل 15. ركز وياي في ذي التمرين، ترجع ورا، تنزل، ترفع، هوب، فوق، هاي تكرار واحد. الجهة الثانية تكرار ثاني، لما تخلص 12 ل 15. تمرين العقبة تحتاج الفوطة، تاخذ الفوطة، تحط الفوطة في الكاتلبل، تسوي لي بايسب كيرل، تكرار 12 ل 15. 1 2 3 4 5 6. لما تخلص 12 و 15، لاحظ الالبو تخليه لاصق في جسمك، لا تحرك الالبو، كله يتحرك كل قاعد تحرك ذراعك، اب داون اب داون. اخلص 12 ل 15، هاي جولة، اريح دقيقة لدقيقة ونص او ماكسيموم دقيقتين، وادش الجولة اللي عقب. كل الشكر للمدرب خالد البستقي على هذه التمارين اللي صراحة كان معانا هو في الظروف الصعبة اللي مرت فيها أو مر فيها الرياضيين هذه الفترة، فترة جائحة كورونا، وكانوا يتمرنون من البيت، والكل شرى أجهزة وشرى معدات عشان يتمرن في البيت، وهو كان يعني موجود سواء في الانستغرام كان يعطي نصايح هني في التلفزيون. كل الشكر لك خالد، ويمكن راح يقل خالد في البيت الفترة الجاية بعد افتتاح الجمات إن شاء الله تاريخ 6/8، وراح يرجعون الرياضيين يمارسون الرياضة. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نواصل معاكم باقي فقراتنا من صيف البحرين. عودة مشاهدينا من بعد الفاصل، ورجعت للاستوديو اللي أحبه اللي فيه أشياء عملية مع قرب عيد الأضحى المبارك والاستعدادات المسبقة له. ننتهز الفرصة ونقدم اليوم في فقرة مطبخ صغار طريقة مبتكرة في تزيين حلوة العيد مع خبيرة فن تشكيل الطعام كوثر جاسم. صباح الخير. صباح النور، يا هلا. يعني انت غربلتينا اليوم بالأشكال الحلوة ذي، والدايت راح شكله، ومن بعد العيد شكله ما في دايت. لا في بريك يعني حق الدايت فترة العيد، يعني يستاهل الواحد انه ياكل حلوى لذيذه. كلميني اول شيء عن اليوم، كلمي عن اشياء اليوم شنو جايبين. اليوم براويكم شلون نسوي له كب كيك للاطفال بهذا الله. الشكل بطريقه بسيطه جدا. بطريقه بسيطه جدا ومتوفره في المنزل، لان خصوصا الحين العيد، الاول كان العيد هو فارض نفسه. الله شيء حلو. بس الحين بحكم ينونون اليهال كذي هاي المطلوب. بس بحكم الحين ان احنا كنا قاعدين في البيت، فيعني ما في مظاهر عيد، فيعني واجب على كل ام ان هي تخلق العيد في البيت. فهاي فعاليات بسيطه، نشاط ممتع للاطفال، نشاط ممتع حركي، ومنها انه يعني حتى يعيشون بهجه العيد. هذه الشخصيه، لحظه، في هاي لها اسم، الشخصيه شلون دشف. ايوه شلون دشف في نتفليكس موجود. اي زين، فكلميني عن اهميه هذا الشيء ان الاطفال خصوصا الحين كلهم قاعدين في البيت، تسوي لهم كذي يعني فعاليه صغيره في البيت ويفرحون فيها ويستمتعون. اي يعني
نخلق لهم جو العيد اللي افتقدناه صراحه يعني السنه. صحيح. عيد الفطر كي. واملنا انه يكون عيد الاضحى غير بس يلا اي نقعد في البيت. الفرحه أي. موجوده الفرحه في موجوده اللي هولك موجودين او الاطفال موجودين في البيت عشان يشتغلون. ايش قاعد تشوفين رده فعلهم وقت يعني يشتغلون على مثل هذه الاشياء؟ واجد عجيبه يعني يستانسون يعني هاي نشاط يعني اول شيء الاشياء اللي بنستخدمها محببه للاطفال في حد ذاتها يعني الكب كيك يعني الاطفال يحبونه شو تسمونه؟ مارشميلو اللي عارف اسمه شيء مارشميلو انزين او الاوريو مثلا فهاي بحد ذاتها مكونات محببه للاطفال فلما يستخدمونها يركبونها يسوونها على ثيم الخروف مثلا بيكون في متعه يعني نشاط حركي منها يحركون يدهم ومنها بيستمتعون باكل الحلوى هذه ومنها بعد يعني نقدر نربطها بقصه شنو قصه الاضحيه مثلا صح. يقدرون بعد حتى نشغل لهم فيلم شون دشب مثلا او شيء ثاني فنربط كل هذه الانشطه ببعضها فيعيشون وقت ممتع في العيد يعني. ايش قد الصعوبه؟ سهل اي طفل يقدر يسويها؟ خلينا نشوف يعني جدا جدا سهل سهل يعني الكب كيك طبعا نقدر ناخده جاهز نقدر نسويه في البيت ونقدر مثل ما انت تحب نسويه بمكونات صحيه أيوة مثل كب كيك بالبروتين فيه وفي بعد بالشوفان مثلا نضيف له المكسرات بالتمر فيكون خيار صحي جدا. طبعا هاي المارشميلو او حلوى البلعوم نسميه بعد حلوى الحلقوم انزين فش منسوي من لصقه على الكب كيك كيعني الصوف مال الخروف فنقدر نلصقه بالكريم او المربى مثلا نوتيلا او حتى زبده الفول السوداني فنبدا بهاي الطريقه اي شيء يعني اي مكون حتى العسل مثلا اي مكون متوفر في المنزل نقدر نستخدمه فتقدر تستخدم تحط فوق اي مكون انت في بالك سواء نوتيلا شوكليت اي ماده لاصقه غذائيه وصحيه وصحيه انزين فالحين نبدا هاي المارشميلو عندنا اوكي تلصق نبدا نلصقه بس كذي اطفال بيستانسون على هالشيء اي والتشكيلات الثانيه عندك بعد ايش قد تقدر تبدع وتشكيلات ايش قد يعني اي يعني هو مو بس مثلا هاي كب كيك خروف العيد مثلا عندنا حتى مثلا الكوكيز هني الثيمة خروف العيد صح اي اي خاص العيد عيد الاضحى خلاص ثيمة معروف ايوه الخروف فعندنا حتى الكوكيز اللي نشوفه هني يعني يمكن في امهات واجد يستصعبون يعني خصوصا لما يشوفون الاشياء الجاهزه الحلويات يعني شلون نسوي خروف العيد شلون نصنع هاي الخروف يحسون انه شيء صعب رغم انه سهل يعني الطريقه جدا جدا سهل بسيطه ولكن صح اللي تشوفها بيقول شلون اسوي هذه اي فمثلا عندك عجينه الكوكيز الكوكيز سهله ويستانسون فيها الاطفال ونقدر نسوي بخروف بكل بساطه شوكليت في خروف حزين هناك كنا بعد يمكن هاي زعلون مو محصل عيديه محصل عيديه بذبحونا حق العيد شكله اي لا السنه ما في ذبح ولا في شيء خرفان مرتاحين ايه انزين فهاي طريقه سهله شوكليت بس كوكيز على شوكليت وكوكيز على فانيلا عادي ونشكله وايد حلو شكلهم يعني حطيتهم على بورد شكلهم وايد حلو يعني يجذب الاطفال احس اي وسهل يعني اني دائما اشدد على ان تكون الوصفات سهله بحيث ان الام تقدر تسويها في البيت مع الاطفال بكل سهوله راوي الكاميرا كوثر وين وصلتي راوي اهلي تقدر عدليها شويه عشان بس يشوفون شلون الخطوات هاي الطريقه اوريدي في ونقدر بعد نستخدم شنو المكسرات اللوز لونه ابيض او جوز الهند فبيكون خيار صحي يعني اكثر حق بدل مارشميلو مثلا جوز الهند تقدر تخلي أي. يكون صحي اكثر زين فهاي تقريبا جهز عندنا البادي مال الخروف
انزين نجي للخطوه اللي يستصعبونها الامهات، مو هذه دائما لما يشوفون الاشياء والاشكال الجاهزه يقولون هاي الخروف. اي هذا الخروف، انا هذا اللي كنت بساله بعد الحين. فهو في الغالب المحلات يستخدمون عجينة السكر. أوكي. عجينة السكر هاي ما تتحصل في كل مكان، يعني صعب ان لازم نروح محل متخصص في الحلويات نشتريها. انت قصدك عجينة السكر اللي تقدر تشكلها على قد ما تبي وفي النهاية هي أيوة. مسكرة يعني. ايوه. أو أن نصنعها في البيت، صنعها في البيت طبعاً يبي له وقت ويبي له جهد ويبي له خبرة يعني. فشنو تأخذ جاهز؟ الخيارات. تسوي في الخروف الحين دي. إيه هذه هاي كوكيز، يعني مجرد عجينة كوكيز خبزناها على شكل وجه الخروف ونستخدمها في تزيين مثلاً الكب كيك. إنزين هذه فكرة. الفكرة الثانية نقدر نستخدم مثل براويكم الحين هني. طبق صحي، يعني هاي نقدر نصنع خروف العيد بطريقة صحية جدا، مجرد موز والخروف الوجه صنعناه من التمر فقط. وايد حلو صراحة. اي فيعني بيكون جدا خيار صحي ولذيذ. نايس. تمر وموز فقط. انزين وخيار ثالث ان احنا شنو نسوي؟ هذه حق رمضان شكله. يعني تقريبا حق موز يعني عقب التمرين زين في الليل بيجي يعني عليك بعد. اي انزين الخيار الثالث ان احنا نسوي عجينه سهله جدا، ما بتتصورون ايش قد سهالتها. اوريو. اوريو مغربل ناس وايد. انزين نطحنه ونعجن كل كيس اوريو مع حبه جبن كيري. راح يصير عندنا عجينة بهذه الطريقة. طبعا هاي عجينة حالها حال يعني نفس البليدو او الطين على قولتهم، مجرد الاوريو اعطاه لون يعني صبغ الجبن. اوكي. اي فهو بس كذي. زين فنقدر نسوي هاي عندي جاهزة هني، مجرد له شكل دائري للوجه والاذاين وخلاص والعيون. والاحمر ذي شنو الخدود؟ هاي بعد كوكيز. العيون البيض يسألون داخل عيون البيض شلون؟ هاي اللي هني اللي عندك انت. هاي اللي عندي هاي من هاي المارشميلو. المارشميلو قصيتهم. اوكي اوكي. انزين مستخدمته صح المارشميلو. اي يعني هاي يعني وايد زين مستخدمته في كل شيء. فهاي مثلا جهز عندنا. وخلاص هاي بعجينة الاوريو في اي بيض، وطبعا طعمها لذيذ ترى، يعني أي أم أي طفل يقدر يسويها وبمكونات سهلة، ما بتضطر يعني الأوريو في كل مكان. صح. إذا مو موجود في البيت في البرادة اللي جنب البيت. وايد حلو. إنزين بس يعني هاي الكب كيك العيد اللذيذ يعني. خيارات ثانية عندنا نقدر مثلاً نسوي لهم حتى هاي الأكواب الشفاف. تلصق عليها. نحط عليها بس ثيم الخروف ونقدر نحط فيها أشياء مختلفة يعني. مثلا هني بسكوت مملح. أوكي. عندنا هني مكسرات. عندنا هني مثلا هاي كرات التمر. هاي بيروحون سيدة هناك الأطفال أتوقع. سيدة هناك. إنزين وهاي الفواكه، يعني حتى فكرة حق الفواكه تقديمها للأطفال. صح. شجعهم أكثر أن يأكلون بدل ما تكون سلة في البيت. ممكن أن ما تشجعهم أن يأكلون الأطفال، هذه طريقة حلوة. وهاي مارشميلو بعد، بس كان المفترض أن أسوي فيه حطيتي في كل شيء صدق. نفيش المفروض نفيش بعد بيكون خيار حلو، بس ما مداني أسوي يعني. مضبطاتهم في العيد، مضبطاتهم بعد بالحيبية بعد. أي هاي شنو مسوي؟ بس لاصقة هذه. أي هاي جاهزة طبعا، بس حاطت أنها كديكور يعني. هاي ولو أن أفضل أن كل أم خصوصاً في هالوقت الحين إن تزرعها قبل فترة بيكون واجد نشاط بعد حلو للأطفال. صح. الزراعة. شنو بعد يعني ثيمات ثانية تستخدمينها في العيد خصوصاً يعني الحين؟ ممكن يعني غير الخروف اللي شفناه، ممكن في أشياء ثانية؟ مثلاً الهلال، كوكيز على شكل هلال، نجمة، هاي كلها ترمز إلى العيد. يقدرون يسوون مثلاً حتى على شكل مسجد، على الأشياء الثيمات العربية مثلاً الجمل، هاي كلها أشياء ترمز إلى الثقافة العربية، إلى العيد، إلى مظاهر العيد يعني. طبعاً أكيد نتمنى لك التوفيق كوثر جاسم على هذه الطرح الحلو
واكيد في العيد بيستانسون الاطفال، وان شاء الله نشوف ثيمات ثانيه بعد في المستقبل. ان شاء الله وعيدكم مبارك مقدما، واتمنى ان الامهات والاطفال يستمتعون فعلا بصنع كب كيك العيد. اكيد مقدما كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. اكيد مشاهدينا وصلنا لختام ساعتنا وياكم، انتظرونا الاسبوع القادم مع مواضيع جديده. مع السلامه.